اجتمع رئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير النقل كامل الوزير لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي والتشغيلي لعدد من مشروعات وزارة النقل، خاصة ما يتعلق بمنظومة القطار الكهربائي السريع على مستوى الجمهورية. التي تمثل اضافه نوعيه لمنظومه وسائل النقل في مصر سواء لحركه الافراد او تسهيل التجاره كما ستعزز من استراتيجيه الدوله لاقامه انظمه نقل مستدامه ومتطوره وصولا الى المساعده على تحفيز النمو الاقتصادي في مصر وتحويلها لمركز اقليمي لوسائل النقل والمواصلات الحديثه والصديقه للبيئه واضاف المتحدث الرسمي ان السيد وزير النقل عرض كذلك مستجدات عمليه التطوير الجاريه لمنظومه الموانئ المصريه خاصه ما يتعلق بتشغيل واداره محطه تحيا مصر متعدده الاغراض بميناء الاسكندريه الكبير والتعاون المتنامي مع شركه سي ام اي سي جي ام الفرنسيه العالميه في هذا الاطار حيث وجه السيد الرئيس بمواصله العمل على تعزيز نشاط الموانئ المصريه على المستويين الاقليمي والعالمي بتطبيق المعايير الدوليه والوصول الى معدلات قياسيه في الشحن والتفريغ والارتقاء بالتصنيف العالمي للموانئ المصريه في مجالي اللوجستيات والتجاره وذلك في اطار الخطه التنمويه للدوله لبناء وتطوير القدرات الذاتيه والنهوض بالاقتصاد القومي